السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا كيف عصفور الكناري استحمى حمام كامل بإذن الله. يلا معايا نشوف مع بعض كيف استحمى الكناري. سبحان الله الخالق، راح تشوفوه كيف كان يعني بيشطف وشه، بيحاول كل شوية يتأكد من درجة حرارة الموية، ياخد الحمام أكتر من مرة، يعني استحمى تقريبا 3 مرات أو 4 مرات حتى يتأكد أنه نظيف. سبحان الله في خلقه، سبحان الله العظيم. يلا تعالوا مع بعض نشوف. Thank you.
شاء الله يكون العرض نال على إعجابكم. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.